السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. إزيكم؟ وحشتوني، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع فيديو النهاردة، سؤال جاني: ايه اللي بيموت الزغاليل بعد ما تفقس؟ انا هو ما قالش ان بيموت الزغاليل، ايه اللي بيخلي الزغلول النهاردة فقس؟ ثاني يوم ادور عليه مش لقيه. لا هو مش لقيه يعني مات. طيب هتعرف ازاي ان هو مات؟ هو ده موضوع فيديو النهاردة. اعمل لايك قبل ما نبدأ الفيديو وتعالى نشوف. شايفين المعارك؟ شايفين معركة الذكور دي؟ زي ما احنا شايفين كده، شايفين معركة الذكور دي؟ ذكر زيادة عند حضرتك هو اللي بيعمل المشكلة دي. تعال نشوف المشكلة على الطبيعة ووري لك الزغلول اللي ميت والزغلول مات ازاي. هنشوف الطريقة علشان تعرف ده. لو انت مربي الحمام سايب زي كده، ومربي الحمام سايب زي كده، لازم تاخد بالك جدا من موضوع ان ما يبقاش فيه ذكر زيادة في الحمام. لازم تاخد بالك وتتابع من المعارك دي، هتعرف. او اللي بيتشكلهم على عش، في خناقة، هتلاقي خناقة على عش للحمام. الذكر ده عايز ياخده، الذكر ده عايز ياخده، الذكر عايز ياخده ويقوم القص اللي نايم على بيضه او على زغليله. هنشوف المشكلة دي ونشوف الزغلول اللي مات عندي برضه بنفس المشكلة، عشان انا ما خدتش بالي، علشان انا كنت عازل ذكر في مكان تاني بره وهو دخل عمل المشكلة برضه اللي انا عارفها، ودخل من ما خدتش بالي ان هو دخل لنفس المكان، هو عارف المكان دخل عليه وعايز العش ده وفي نفس الوقت موت الزغلول. شايفين العش ده؟ ده العش اللي هو دخل وموت فيه الزغلول. دخل هنا وعمل معركة مع الاهالي لحد ما موت الزغلول. طبعا هو كان زغلول لوحده، فهو ده اللي كان فقس. يدوب هو فقس، تصبح تاني يوم تلاقيه هو والفرشة ما تشوفوش، يعني لو في قش كتير هتلاقيه ضايع في وسط الفرشة، مش هتلاقي الزغلول. يبقى هتعمل ايه؟ لازم تاخد بالك من الذكورة الزيادة اللي في العش بتاعك. في اي ذكر زيادة وانت مربي الحمام سايب زيي، يبقى لازم تاخد بالك، عشان ده اللي بيموت الزغليل. زي ما حضراتكم شايفين اهو الزغلول يعني ميت اهو، وانت ممكن ما تشوفوش، هيموت في الفرشة. ده يمكن كان عمر يوم، لكن لو بعد الفأس على طول، ده كبر شوية، لو بعد الفأس على طول مش هتلحق تشوفه. يبقى زي ما قلنا السبب اللي في موت الزغليل بعد الفأس او اختفاء الزغليل، ان في ذكر بيدخل على العش بتاع الحمام او العين، بيضرب الحمام الاهالي الذكر والنتاية في عشهم، وفي المعركة بيموت تحتهم وبيدهس. انت تيجي تدور ما تلاقيش الزغلول، الزغلول اختفى. الزغلول بيكون لسه اقل من كده، ده اكبر شوية، فعشان كده انا لقيته. لكن لو هو اقل من كده وما خدتش بالك، تاني يوم مش هتلاقيه، هتحس ان هو ايه، زي القشاية اللي هما فرشينها تحت. بكده ده السبب بتاع اختفاء الزغلول في التربية السايب، اللي زي ما انا مربي كده. التربية السايب اللي هي دي، التربية السايب اللي هي زي ما انا مربي كده، ده سبب اختفاء الزغلول. طيب نكتفي بهذا القدر، نخلي النهاردة الفيديو ده قصير شوية. المهم ان احنا قلنا المعلومة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، لو لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.